الأمير المسلمين يوسف ابن تاشفين مركو حكم كل وريجي نقضي أمير كي أجسر ريجي دولة وحوق بضن ومسلمين تا محوصة مين دونا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة وبرنامج حسب أن بالله دون أولي رهد وارمي سيدي ورواناك سنهكاها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ري الميل والبأدون كجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة ذي لباتنات أو برنامج كي أها وارمي سيدي ورها كاهر تصبحين وارمي سيدي وروان أكسن هكاهر البرنامج كان لي راه وارمي سيدي وروان أكسن هكاهر وبرنامج أسبوع له معلم والبو اسمين حل حلقة أي سوسي دينا لبس سؤال يا لوغو تلقى لي هدفك أما قولك أما يولك لقى لي هيني ومحي برنامج كان وحا لوغو تلقالي أديقا لوغو تلقالي قار أحان دلن يرادا سوماليات دلن يرا عقل بضان واي ميل كستي تاقان وحكو سمايو سيدا درتيد وحا ربنا إنا لو تهريبها قليني ودن كاجوكتيد وحكا قبصو هدفك لقالي أما يولك لقالي وحا واي دادكي عوضو مضا أحا وقدونك وح بدلي إنا تاريخ ضوضا كذال أغنقون أبرنو فقصص القصص لعلهم يتفكرون صحابة ما كشيكيني وحالي اللي صحابة ددوا وين والنبي قاسو تربيه انت حدا كشيكي صحابة معها ولا لي الحلقة دي لصورنا في وحان كسو شيكيني يوسف ابن تاشفين اي أبو بكر ابن عمر اللمتوني مركي إس أركين ينو أبو بكر ابن عمر اللمتوني أهجت تنازلي أمير كينا ربنا كشيكيني مانتو أمير المسلمين ليراه يوسف ابن تاشفين حكم كدن آغة تنازلي مركو أركي وحو ليابي شن دولد إنو فرتي عاصمد إنو أساسي وإبر قول لسي مراكش إنو لسي بقولكن أيضا كبادن إنو دياري وحو يرنيه ننكو زمن كوقتي كان لو باهاية أديق وايه go ahead for it أديق أميري أبو بكر ابن عمر نه وإساقا نغض ميشو كيمد أيوكو نغض أسنى شقد وجعلا أيو قبتي كبعد سؤال اسويدين امير المسلمين يوسف ابن تاشفين ورقضا اتمت ورقضنا وحي كتمت اندلس اسبين اي برتقال اي كتمت ورقضا محاكو قرن نينك صادر المعتمد على الله ابن عباد نينك ليراهاني يويه محون اصادره سؤالوين كاسني ما انتان كجوابين ان شاء الله تعالى ولا ليال ورقضاس اي وحاكو قرن انتان كجوابين أمير كان ليرا المعتمد على الله ابن عبادنا أن كجواب وحان ربا إنا كوشي أغورت ورقد وحي كتمت ميل ليرا أندلس أندلس ربنا قضال إنا وحير أنقنو سند كان هدا أن كجرنو ورقد لصو دير وحاو أفر بقول تضبات إي سديد هجريقا وحان ربا قضال إنا كوعلي لحظا إي سدح سنة مركيد هجريقا يعني أفر بقول إي طوان إي شن سنة كهر أي ربا وحير إنا نقول على لسان كاغسيو تاريخ كابن أندلس إيه مراحشي سو مرتي ولا فكرة دا أندلس إن لفرتو وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين أي بلابتي لكن واسوسعتي سنة كمركو أها لحذن إيه سد حجري كمركو أها عقبة بن عامر نكر ليجري صحابي رضي الله عنه أيا كفكري بدو فيري وحو ربي إنو فرتو هذا نوا أسورت قلي ويسي مركي لقاري زمن كي وليد ابن عبد الملك عبد الملك بن مروان نكي أمير كحوق بدنا ويل كيسة وليد ابن عبد الملك مركي لقاري أي مركة أكشن كرسمي قال سمي الوليد ابن عبد الملك رحمه الله تعالى أمير المؤمنين وحاميش أجوج نين ليراه موسى ابن نصير ليراه هو قائد لنا عن مراك مغرب كذن مضحك أها نين كاس مركة وحو جاهد كوسي إنه أندرس وجود بكره ننكي مدك داقين هل سنة كامل وحو سمينا استطلاع ووريقاي أندلس تاريخ ذي
yaa degan, dadka degan sidee yihiin, dhibaatada haysata maxay yihiin, culayska haysta maxay yihiin, halkee laga soo gali karaa. Dhinacaas hal sano kaamil ayuu ku fikiray. Kabacdi markuu usoo dhammaadeed ijraa'aadka iyo taxariyaadka markay usoo dhammaadeen, wuxuu ogaaday marka waqtiga ugu fiican oo la gali karo inay waqtigaas tahay. Qaa'idkan muslimka cadiimka Muuse ibnu Nusayr la yiraaho, ciidamadiisa waxaa ka mid a ama qaadada ciidamadiisa hogaamiyaashooda qaar waxaa ka mid a nin la yiraaho Taariq ibni Ziyaad la yiraaho. Waa maqasheena umaleyna mudiiq jabal Taariq waa maqasheen. Taariq ibni Ziyaad ayaa ciidamada loogu dhiibay marka, dooman badanaa loo diyaariyey. Marooko iyo Aljeer iyo Spain waxaa isku xiro, waa luuq yar, bad yar, meel yaroo la maraa isku xirto. Mudiiqaas marka ama markaas waxaa la dhahay Jabal Taariq ayaa la yidhaahay. Mudiiq Taariq alla Jabal Taariq. Taariq marka waxaa loo bixiyey waa Taariq ibni Ziyaad, waa ninkii fure ilaa yowmina haada magacaas ayaa loogu yeeraa. Mudiiq waxaa ladhahay Jabal Taariq aa la dhahay. Marka Jabal Taariq ninka la dhahay waa ninkii ugu horreeyey ciidamadiisa qaatay u gudbay dhinaca Spain u gudbay, sanadkaasna waxay ahayd 63 hijriga. Andalus oo Spain iyo Portugal saasi islaamka ku gashay, shacbiga markay diinta islaamka arkeen, qaadada muslimiinta markay arkeen, cadaalada markay arkeen, shacbi waxay bilaa markay inay soo islaamaan. Alxamdulilah saasay ku socotay. Waxaa laga xukumaayey Dimashq Suuriya laga xukumaayey ilaa Andalus meesha caasimada muslimiinta Suuriya ahayd. Laakiin ta'ti riyaaxu bimaa laa tashtahi sufun, sometimes dunida saacadi rabto uma shaqaynayso. Caasimadii islaamka oo Dimashq ahayd waa la burburiyey, cabbaasiyiin nima la yiraaha soo kaceen, dowladii waa la burburiyey, dowlad bani umaya waa burburtay, dowladda bani cabbaasaa ka bilaabatay. Laakiin ree Andalus waa ka fog yihiin dhibaatadaas iyo waxaas dhan waa ka fog yihiin. Laakiin waxaa soo gaaray khabarkii dowladdii in la burburiyey. Maxaa la sameeyey? Magaalada waxaa jooga niman military iyo qaada iyo joogaan. Waxay bilaabeen markay iga dhexdooda inay isdagaalaan. Nin walba wuxuu leeyahay ana amiir, kan wuxuu leeyahay ana amiir, kan wuxuu leeyahay ana amiir, waa la isdagaalay. Mid walba markuu xirtay meel uu xirtay wuxuu yidhi magaaladan waxaa leeyahay waddanka hebel aa la dhahay, kan hebel aa la dhahay, kan hebel, laanlaanka oo kale waa haddii hebelland, hebelland, hebelllaankaas oo kale aa la dhahay. Nin walba marka meel uu xirtay. Dhibkaas iyo buuqaasi ugu socotay sanadka markuu ahaa 138, ilaahay wuxuu usoo diray nin la yiraaho Cabdiraxmaan ibnu Mucaawiya ama Cabdiraxmaan Daakhil ama Saqr Quraysh, nin la yiraaho ayaa ilaahay usoo diray. Ninkiiyaa midiyey, ninkaas taariikhdiisa waa ka sheekeyn, haddaad rabtid ku noqo barnaamijka oo hawaari weyn sida war wanaagsan kaaro ku noqo. Waa nin aada u weyn, waa ninkii mideeyey Andalustii kala jajabsanayd inuu soo galay, mideeyey hal dowlo oo xoog badan kusoo celiyey. Cabdiraxmaan Daakhil marka dowladdiisa wuxuu bixiyey imaara khilaafa Muuse, wuxuu diiday khilaafka dowlad laba dowlo muslimiin inay jirto, diiday imaarat wuxuu baxsaday marka Andalus ayuu baxsaday. Sanadka markay ahayd 316 waxaa soo baxay nin la yiraaho Cabdiraxmaan Naasir ama Cabdiraxmaan Thaalith, nin la yiraaho aqwa rajul fii taariikhi albashar, uu noqday ninka ugu xoogga badan adduunka xukuma ayuu noqday. Baqdaaddii oo dowladdii awoyihii soo burburisay bani Cabbaas, xataa Baqdaad ma xukumaan, waxaa Baqdaad nuskeedii xukumaan, caasimada nuskeedii xukumaan, inta kale waxaa xukumanaya dad kale iska xukuman wey. Inuu adduunka saan u fiiriyey wuxuu yidhi marka khalaas, ani waa hadda khaliifa marka, maadaama Baqdaad ay awood badan lahayn, khaliifati lmuslimiin aa la dhahaa. Marka sanadka markuu ah 316 meeshii imaaraka ahayd waxay noqotay khilaafat Andalus ayay noqotay, islaamkana iyadaa hogaaminaysay. Casr alkhilaafa si ugu socotay dowladda xoog u laheed waxaa bilowday marka inxitaad. Adduunyada sunnay leedahay, ilaahay kanaa sheekhi ama kanaa caalim ama kanaa muslim uma fiirinay, sunnay leedahay. Sunnadaas haddaa ku socotidna koraa aaday, sunnada kaloo cagsigeed haddaa ku socotidna hoosa imaanay. Dowladd meeshay taanay si usoo socotay sanadka markii la gaaray 400 markii la gaaray. Dhinaca kalena dowlatul muraabitiina Afrika asaas mooyso waxaa bilowday marka la yiraahdo casr altawaa'if. Casr altawaa'if waxaa waaye qabiil walbo ama jamaaco kastoo isla jirto waxay dhaheen annaga dowlaa nahay, qeybtaana annaga iska leh, annagaana xukumiino. Dowladdii dhammoodo caalam alislaami hogaaminayso midka ahayd waa la kala qeybsaday, afaraa loo kala qeybsaday marka, annaga ree hebel, annagana ree hebel, annagana ree hebel, annagana ree hebel, afartaas meelaa loo kala qeybsaday. Afarta qabiil kala qeybsatay yaa waaye dhibaatadii gaarsiiyeen Andalusna maxay tahay? Tan ugu horreyso koonfurtay goosatay waxaa la dhahay al-Adaarisa,
waxay baxsadeen marka imaarati al-adarisa ayay baxsadeen nin idriisi ah ayaa meesha madax u ahaa dawlad waaye amiir waaye amiir muslimiin ala dhahay dawladda labaad iyadana waa shimaalka nooradka waaye banu cabaad ala dhahaa ayagana caasimadoodana waxaa waa ishbiiliya asigana wuxuu yiri amiir muuminiin aniga waaye intaan kale waxma ka jiraan aniga unbaa meesha dawlad ka ah dawladda saddexaad waa dawlad dinnuun qolo la yiraaho dinnuun la yiraaho oo degan galbeedka andalus ayay dawlad ka sameysteen waxay dhaheen annagana caasimadeenan tulaytila waaye annagana dawladaan nahay ninka meesha xukumane waa amiir muuminiin dawladda afaraadne bariga waaye niman la yiraaho banu caamir ayaa qabsaday caasimaday sameysay balansiya la yiraaho waxay dhaheen marka annaga ayaa amiir ah hebel ayaa amiir ah muslimiintana tuuladaas yar ayaa laga xukumaa dabcan andalus tii xoogga laheed oo caalam alislaami dhan hogaaminaysay afar qabiilaa kala goosatay mid wuxuu degay junuubka koonfur uu degay midna wuxuu degay shimaalku uu degay waqooyi uu degay midna wuxuu degay sharqiguu degay bari uu degay midna wuxuu degay qarbiguu degay galbeed uu degay dabcan afar dowlo yaryaro meesha ku taala waa heshiin waayeen marka waxay bilaabeen marka etoobiya inay u yeertaan etoobiya maan dhahay ma etoobiya kama wali waxay u yeerteen marka qashtaala mamlaka la dhaho oo nin alfonso xukumi jiray ayay u yeerteen waxay bilaabeen marka ninkaas inay hoos kala heshiiyaan ee warqada u dirsadaan ninkii wuu fahmay marka afartan dowlada inay isku kackacsan yihiin oo laanlaan kala yihiinoo mid raba inuusan jirin wuxuu samaystay marka shuruuduu samaystay wuxuu yidhi qofkan raba inaan la dagaalamo oon garab istaago waxaan ka rabaa arrimahan soo socda tan koowaad intaasoo kun oo dahabaan ka rabaa ma garateen tan labaad waxaan ka rabaa meeshaan qabsado anigaa iska leh tan saddexaadne haddaan meel kala weeraro oo laanka kale aan weeraro oo ma soo danaani kartid ma usoo hiilin kartid ma soo dhexgeli kartid haddaa intaas diyaar tihiin waa ku caawinaa waana kula dagaalamaa dabcan waa dad iska maqluubiin calaa amrihim waaye awood ma leh nin walba kursigan kursiga musiibuu keenay kursigaasa wacdino meesha fadhiyo dabcan iyagoo wax ogiin ayay haya dhaheen dabcan arrinta si saas u socotay malinka qishtaala alfonso marba qof u yeeranayay lacag badanna wuu samaystay xoolo badanuu helay dowladaha muslimiinta iyo say u kala daciifsan yihiin wuu ogaaday wuxuu go-aansaday marka inuu galo magaalo la yiraaho tulaytilah tulaytila inuu galo u go-aansaday dabcan ciidamuu soo qaatay wuu yimid magaaladii tulaytila wuxuu saaray marka xisaar cunuqabateynuu saaray sagaal bilood ayuu magaaladaas cunuqabateyn ku hayay hal qof oo u gargaaray ama u hiiliyay magaaladaas ma jirto waxaan ka ahayn almutawakil ibn alaftas oo cunugiisa soo diray laakiin tuul laydi noqotay ciidamada galada meesha waa kusoo buuxsameen cunugan keliyaysan wax uu qabsama waa ivandow si fiican ay u dagaalameen laakiin wax waa qaban waayeen sagaal bilood markii dhammaatay taariikhdan inaa si fiican u xifdi sidaan rabaa maalintay ahayd 27 bisha muxaram sanadkana ahaa 478 waafaqsan 25-ka bisha may sanadkana ahaa 1085 alfonso wuxuu soo galay tulaytilah tulaytilah waa magaalo lagu xukumaayay diinta islaamka 382 sano 400 sano ku dhaad muslimiintii dhan waa ka qaxeen alfonso magaaladaasoo kale muusan arkin dhaqaalaha yaalo say u dhisan tahay wuxuu go-aansaday inuu ka dhigto caasimad laa ilaaha ila allah subxaana allah cibrada fiiri afar laana meeshaan ku taala hal laanaa la weero calaa alaqal waxay ahayd inay saddexdooda isu heliyaan dhahan oo kale annagaa isdagaalna cadowga aan iska celino laakiin maysan sameynin ninkii alfonso magaaladii sida ku qabsaday caasimaduu ka dhigtay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun dadkii marka aada waxaa loo eeday almuctamid cala allah ibni cabaad asaa meesha ugu xoog badnaa asigaana u dhowaa calaa alaqal inuu difaaci ahayd muusan sameynin laana waxaa ka dhexeeyey heshiis alfonso ka dhexeeyey marar badan uu uhiiliyay oo soo dowladaha muslimiinta baabi'inaya laana etoobiya meesha fadhiso waa etoobiya maxaa uga celcelino etoobiya ma ahan
ودولة قشتالة اللي راه ماشى فرس أوطة لقش إني إسبين عن إني مسلمين تاني أندلس عن أوطة لقش واي المعتمد على الله ابن عباد أرنتو كشلاي وحوه بصدي نينك ليرا ألفونسو إني جوان كيزته إنه إسبلاريو مالين بمال إنه عنايو وكلت حينما أكل الثور الأبيض واي لباحة سدح لقمركو أركي مركز وحويري كان عنا أديقا هدلن سو مالين بمد عنا كي أدن بي مركي لقارو ولو يمد مركز وحويري والله واح مالين تان لق دي كوباد عنتي دي بي كوباد عنتي عنتورة ابن عباد شاكدي سو حسوستي علماء دي أسو تمد وحان قرد واي أخياتي أسو تمد ومرادي لنا أسو تمد شير وين على قبصدي ورمحان سمينا محان سمينا ولا فكير وحارع إيه ده ماذا أنا طن هذا أسكت الرمان تنين قاسس كم عيلين كرو محان سمينا يا مركة وحاك دولة مركة فكرة دولة المرابطين أو مراكش دقن أويرنو دولة المرابطين وحي لا ذا سمعة أن عادي هن نينك حكمنا ويوسف ابن تاشفين وأمير كينا واي وحيقو أنسلين كل جودة مركة إني أويرتان دولة داس اي كاري نعاود هان كدي معتمد على الله ابن عباد ايا لو وكيشتي ينو ورقد اصوقو هذا با المعتمد على الله ابن عباد ورقضو قري يو اقرا امير المؤمنين يوسف ابن تاشفين امير دولة المرابطين وامير المسلمين ورقد اصو قري محاكو قران محو عدسنو ياي محو ربا ان لو سميو أمير المؤمنين يوسف ابن تاشفين جواب تيسا محين قندون تاع جواب تيسا دارتين أو قاتلني وإنو سنين تصو صعود تواغ حلقة آت قطر وإح يوسف ابن تاشفين وحو سمين دون وح تاريخ ذا قلي أيكو دافن إن شاء الله تعالى إلى سنين تصو صعود اللي قارين وحالقة ربا مركة هنا دقي ستين كفاء إلي ستين كعمل فشيد ولا لها كالاني وسيقود بسيد جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمن جميل كان فيه سمونا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله